متابعة المباريات الحاسمة للمنتخب الوطني وأي منافسات أخرى قد تتسبب في مشاكل صحية للمتابعين، وقد تعرض حياة الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة إلى خطر حقيقي. كنت كيشوف لقاء تاع الفريق الوطني، شوف واحد الحرارة زائدة، ممكن إذا انهزمنا نقول لك بالك ثلاثة أيام ما نتكلمش مع الناس، مقلق كذا. اليوم ولت أي لقاء فريق الوطني ما نقدرش نشوف 90 دقيقة. نتفرج أنا دائما قلبي مزير يا أخو، نقدر نحب نتفرج وحدي يا أخو، واش نكذب عليك يا أخو، نحب نتفرج وحدي، نبدا كل مع أصحابي في القهوة كذا، والله في نص الماتش نروح يا أخو نشوفوا في الدار، ما نقدرش نشوفوا زعما معاهم. حبوا بلادنا، حبوا الوطن تاع اللاعبين، حبوهم وشنو؟ كان حاجة هم يديروا المجهود تاعهم ولا خسروا نورمال لا غالب. ارتفاع مستوى التوتر والإجهاد خلال متابعة مباريات المنتخب الوطني لكرة القدم في كأس أمم إفريقيا التي تجري أطوارها بالكوت ديفوار دفع الأطباء إلى إطلاق تحذيرات من خطر الإصابة بالنوبة القلبية. التوتر يعرض الشخص لأزمة قلبية؟ أكيد نعم، احنا لاحظتوا كإخصائيين في أمراض القلب في الاستعجالات تزيد العدد تاع الأزمات القلبية في ليزيفينمون كيما هادو، ما كيكون مقابلة مهمة ودراسة ألمانية اللي دارت خلال نهائيات كأس العالم وين كان تقرير إيجابي ومشاهدة مباريات كرة القدم كان يشكل خطر على صحة القلب. ونقول المواطن أن لي كومبيتيسيون هادية والدورات هادو ما تعاد كل عام أو عامين أو أربع سنين، ولكن أزمة قلبية تقدر ما تعطيكش نوتخ شانس. وتبقى مباريات الساحرة المستديرة فرصة للاستمتاع وإزالة الضغوط، والحيطة والحذر ضروريان لتفادي السيناريوهات الكارثية.